معانا النهارده فقره فريده من نوعها، فقره فيها ايمان وترابط وموهبه وحب. معانا اسره بتعيش كلها في رحاب كتاب الله تجويدا وقراءه وترتيلا باصوات رائعه ومواهب حقيقيه. معانا اب واولاده الثلاثه في حاله تحدي بقراءه وتجويد القران الكريم. ومع اول فيديو نشره الاب على السوشيال ميديا استطاع ان هو يبهر الناس ويحقق ملايين المشاهدات. بيشرفني في الاستوديو الحاج محمد عبد الرحمن من الشرقيه، وعمره 56 سنة، واللي عنده 7 أولاد، 5 ولاد وبنتين، وكلهم ما شاء الله من حافظة القرآن الكريم. ومن ولاده اللي معانا النهاردة معانا وليد 28 سنة خريج أصول دين، وعمر 15 سنة أولى ثانوي، ويوسف 10 سنين رابعة ابتدائي. يا اهلا وسهلا بحضرتك. واهلا بيكو. الله يخليك. وسعيد جدا بوجودكم معانا النهارده. سعداء والله. وسعيد بالفيديوهات الجميله اللي انتم عاملينها. واحكي لي بقى يا حاج محمد، ازاي اتجهت لحفظ وتلاوه القران الكريم، وكمان بدات تحفظه للناس واولهم ولادك ما شاء الله؟ الحمد لله والشكر لله، من فضل ربنا علي اني بدات حفظ القران من سن 10 سنوات، وبالنسبة للتجويد، تجويد القرآن على تعلمته على ايد سيدنا الشيخ احمد محمد عامر من نقيب القراء الجمهوري، حضرتك عارفه طبعا يا استاذ عمرو. طبعا تتلمذت على ايده عليه رحمة الله، خد بال حضرتك، واتممت حفظ القرآن على ايد سيدنا الشيخ احمد محمد عامر. بعد كده بالنسبه للاولاد، بعد كده تزوجت طبعا، بارك ربنا اكرمني بالاولاد، بدات معهم حفظ القران مع وليد لان هو الكبير في اللي بدات به، من سن ضبطا كده حوالي يعني 5 سنوات 4 سنوات ما شاء الله. والله بدات معه واتم حفظ القران معايا، يعني كان مستجيب وحابب القرآن من فضل الله، يعني ختم القرآن معايا، وبعد كده خلص التعليم طبعا كلية أصول الدين جامعة الزقازيق ما شاء الله. وبعد كده عندي اقول الاولاد بالترتيب حضرتك، السبعة بقى سواء اللي موجودين مش موجودين كلهم حافظ القرآن حتى الأربعة اللي مش موجودين؟ الحمد لله ما عدا بنتي الكبيرة حافظة يعني حوالي 4 أجزاء، عشان يكون في صدق في الكلام يعني. حضرتك عندي محمد خلص السنة دي دراسات إسلامية، خاتم القرآن ما شاء الله، صوته بسم الله ما شاء الله في الترتيل وتجويد، بس عشان ظروف الشغل كده ما عرفش يجي معانا. عندي أمين رايح أولى كلية إن شاء الله، ربنا ييسر له الحال ما شاء الله، نجح السنة دي بمجموع 83.5 علمي في الأزهر. بعد كده عندي عمر رايح أولى ثانوي إن شاء الله، خاتم القرآن معايا، وامين ختم والحمد لله. وتعامل كل واحد فيهم مثلا مده معينه عشان يختم القران؟ طبعا يعني القدر بتاع مثلا بدات مع وليد طبعا كان بيحفظ سماع معي في البدايه خالص، لان سن 4 سنوات ما مش بيقرا. صحيح. بدات معاه يعني يسمع ايه؟ يسمع مني، يعني زي ما ربنا قال في القران يعني انك لا تلقى القران من لدن حكيم عليم. فبدأت معاه أقرأ له المقطع مثلا الصفحة 15 سطر في المصحف، بدأت معاه أديله نص القدر يعني مثلا 7 سطور وياخد 8 سطور للمرة اللي بعدي، دي سماعي حضرتك. لما بدأ يقرأ بقى بدأت معاه أديله الربع كاملا، الربع كامل زائد القدر القديم اللي هو اللي مثلا خلص معايا جزء عام جبت له من ورا، خلص يجيبه يسمعه لي كله على بعضه جزء عام كاملا. خلصنا جزء التبارك نفس النظام، جزء قد سمع ماشي على طول كده الجزء بجزء لحد ما سمع له مثلا ختم معي 4 أجزاء يسمعهم على بعض عشان اثبت كلهم مستواهم واحد في الحفظ. من فضل الله والله ما شاء الله، ده من فضل رب. عندي يوسف بقى ربنا يبارك فيه حفظ معايا لحد سورة القصص ما شاء الله ما شاء الله. سنة رابعة هو. سيادتك بتشتغل ايه؟ انا مؤذن في الاوقاف،
ان شاء الله. يعني العمل برضو الحمد لله بيكمل. الحمد لله مخلص دبلوم تجاره، بس يعني طبعا اني دخلت الاوقاف بالامتحانون في القران، فربنا وفقني ايه ودخلت الاوقاف الحمد لله. وليد، اول فيديو عملته مين كان صاحب الفكره بتاعته؟ صاحب الفكره جت الطلب من واحد صاحبي ان احنا عايزين نسمع لك فيديو كده. كنت في اجازه من شغلي في البيت متواجد مع اسرتي وكده، وكان والدي بيسمعنا، فقلنا نعمل فيديو وننزله. حافظ قد ايه؟ انا ختم القران الحمد لله. ما شاء الله. وانت قد ايه؟ ختم القران عندي 15 سنه. وانت لغايه سوره القصص؟